تعالوا بقى نروح لاوروبا والاخبار الاوروبيه. امبارح كان في تقارير متداوله عن مشروع جديد لاحياء فكره دوري السوبر الاوروبي اللي بيقودها طبعا ريال مدريد وبرشلونه ويوفنتوس عشان يخرجوا من تحت مظله الاتحاد الاوروبي وينظموا مسابقه للانديه تكون يعني عوائدها الماليه ضخمه جدا. الموضوع تجاري طبعا، وهي الفكره اللي اترفضت قبل كده طبعا من الاتحاد الاوروبي ومن الفيفا في 2019. دلوقتي بيتجدد الصراع بقى ويضم مشروع جديد اقامه السوبر ليج بمشروع بمشاركه من 60 ل 80 نادي. انا مش فاهمها ازاي، بس هنفهم مع بعضينا بقى من الكلام اللي جاي ده. يعني هما الموضوع كان اقتراح الاول مشاركه 18 نادي اللي هما الاسماء الكبيره ريال مدريد وبرشلونه ويوفنتوس ومانشستر اللي هما عندهم قاعده جماهيريه كبيره. دلوقتي بقى الراجل بريز ده قسم البطوله لدوريات، يعني كل النادي على مستواه، يعني مثلا اربع خمس دوريات، الفرق الكبيره تلعب لوحدها في دوري، الفرق المتوسطه تلعب لوحدها في دوري، الفرق اللي تحت المتوسطه تلعب لوحدها في دوري، تدرج المستويات. يعني طبعا المشروع الجديد ده للسوبر ان البطوله تضمن مشاركه انديه، يعني هو قال كان الاول بيقول ان احنا هنشارك ال 18 نادي يشاركوا كل سنه، 14 نادي عفوا يشاركوا كل سنه وده اللي موجود. لا دلوقتي قال لك لا، مش هنضمن مشاركه اي انديه، مش 14 نادي بس، كل نادي هيلعب 14 ماتش، كل نادي على الحد الاقصى او الحد الادنى عفوا هيلعب 14 ماتش. بمجرد صدور التقارير دي بقى كان رئيس رابطه الليجا الاسبانيه خافيار تيبس ينشر كاركاتير على حسابه على تويتر الخاص زي ما حضراتكم شايفين معايا كده، وبيصور فيه السوبر ليج الاوروبي على انه الذئب المتنكر اللي عايز ياكل الكره الاوروبيه ويغادر ويغدر بانديتها. وقال كمان يريدون اقامه بطوله السوبر من اربع دوريات، بالتاكيد المستوى الاول سيكون محجوز لهم مثال الحال طبعا لهم دي عائده للانديه الكبيره، يعني زي الاقتراح بتاع 2019. ما اكتفاش تيبس بذلك، بل قال ان بيلمح ان المسابقه الجديده ستكون من نصيب الانديه الكبيره اللي واقفه ورا المشروع ده اللي هم ريال مدريد وبرشلونه ويوفنتوس، الانديه العملاقه في اوروبا. يعني طبعا الموضوع غريب، دوري السوبر ده مثير للجدل بكل الاحوال. ليه؟ الموضوع تجاري، هم الانديه الكبيره عايزه تزود الدخل بتاعها، يعني تجاريا هو مشروع كبير جدا للانديه الكبيره. بس مثلا لو جيت تبص على الدوري الانجليزي اللي هيشارك منه اربع انديه بس، والدوري الانجليزي كل الانديه عندهم قاعده جماهيريه كبيره جدا. طب الاربع انديه دول هيشاركوا كل سنه، هو خلي بالك كان في الاول بيقول ان 18 نادي يشاركوا كل سنه، 18 نادي كده كده هيلعبوا، فمش مهم بقى منافسه الدوري، ومش مهم ان هم يلعبوا في الشامبيونز ليج، ومش مهم اي حاجه، هم 14 نادي كده كده مشاركين كل سنه في السوبر ليج ده. طب هل ده يعقل؟ موضوع صعب جدا على الانديه الثانيه. طب دول لقوا اماكن يجيبوا منها فلوس وراحوا خلاص لدوري هيجي فلوس كتير جدا، ده العوائد الماديه بتاعته كبيره قوي يعني. طب الباقي الانديه هتجيب فلوس منين؟ وهل الدوري بقى اللي هو قيمته هتقل؟ طبعا، لان الانديه مش هتبقى مهتميه بيها، هتبقى مهتميه اكتر بدوري السوبر ده اللي هو بيجيب فلوس كتير. الدوري قيمته هتقل، فبالتالي نسب المشاهده كلها هتروح لدوري السوبر الاوروبي. موضوع كبير جدا والنقاش فيه كبير جدا والخلافات فيه كتير جدا. يمكن بيريز هو اللي يعني عامل حمله ان المشروع ده يتعمل، لان هو ريال مدريد القاعده الجماهيريه الاكبر في اوروبا، وفي نفس الوقت هو يقدر انه يلعب الدوري السوبر دوت وما يهتمش بالدوري الاسباني، وفي نفس الوقت هو مع برشلونه المنافس التقليدي بتاعه يعني، وهيلعبوا دوري السوبر ده. طب بقيه الدوري الاسباني هيعمل ايه؟ يعني الانديه الاسبانيه الثانيه اللي عندها قوه وقاعده جماهيريه هتعمل ايه؟ يعني حاجه غريبه جدا، ولسه النقاش فيها مفتوح وهنتابعها مع بعض طبعا بعد كده.